مباركة، جمعة غادي نقدموا فيها إن شاء الله برانش صحي ومقاوم للبرد مع لالة ماريا بن جلول في صحي ولذيذ. معنا اليوم كذلك الدكتور مصطفى الصمدي اللي في نقطة توازن غادي ورينا القواعد ديال التعامل مع المراهقين. واخيرا حضر معنا الدكتوره ماريا او مريم بوجدال باش تكلم عن الامراض الكلى اللي تتسبب الفشل الكلوي. الكل بعد فقره القانون والبروفيسور محمد جمال معتوخ. مرحبا بكم معنا في صباحيه الدزام. السلام عليكم، اهلا بالدكاترة. وعليكم السلام. جمعة مباركة عليكم، منورينا كالعادة يوم الجمعة بالنصائح ديالكم، بالحضور ديالكم، بالاستشارات ديالكم، كل واحد في نطاق تخصصه ما شاء الله. إلا سمحتي دكتور صمدي غادي نبداو مع الأستاذ محمد جمال معتوخ، وغادي نكملوا كيف ما وعدنا المشاهدين الكلام ديالنا على التعامل بالشيكات نظرا لوفرة المعلومات والأهمية ديالها. كنا وقفنا على واحد المعلومة مهمة كنتي قلتي فيها بأن الشيك هو بمثابة قنبلة موقوتة بالنسبة لك. تنظن بأن باش نتفاداو هاد القنبلة تنفجر خصنا اولا نعرفوا كيفاش نحرروا هذا الشيك، فاش كاينه شي قواعد ديال تحرير الشيك. كنا تكلمنا على اللغه، قلتي نقدروا نديروا باي لغه، تكلمنا على الحروف والارقام، المبلغ بالحروف والارقام وشنو اللي سنديو عليه في الاول. يعني ملي كتمشي للبنكه لقيتي اختلاف بين الارقام والاحرف، البنكه خاصها تعطيك بالاحرف، المبلغ المكتوب بالاحرف، وهذا اللي تعني انه كذلك ضمنيا واخا يكون فرق بيناتهم راه يدوز الشيك ماشي مشكل. اي حيت يكون بعض الحين اختلاف كنغلطوا، ما كنديروش بعد السنتيمتر بعد السنتيمات او درهم نقصته ولا شي حاجه. المهم تندوا على اللي مكتوب حرف. اي لان ما يمكنش انا نفوت على واحد الشخص مستفيد من واحد الشيك فرصة أنه يستفد من الشيك دياله فقط لأن كاين تناقض ما بين الأرقام، من المبلغ المكتوب بالأرقام والمبلغ المكتوب بالأحرف. ولكن فالمشرع حسم وقال بأن البنكة خاصها تخلص المستفيد من الشيك بالمبلغ اللي مكتوب بالأحرف. واخا أستاذ سؤال آخر، شنو سنعني لو شيك سيرتيفي؟ هو الشيك المعتمد. ما معنى الشيك المعتمد؟ أي وهذا أنا كنصح بزاف ديال الناس التجار اللي عندهم سوابق مع الشيكات، يعني كيخافوا من الشيكات، كياخذوا الشيكات من عند الناس من عند الزبناء ديالهم وكيلقاوهم ما فيهمش رصيد وتيلقى راسو باع السلعه وعاد غادي كيجري في المحكمه جريه مجري قلب عليه في العنوان. عاد عندنا مشكل ديال العنوان، حنا عندنا المغرب مشكل كبير هو انك كنكون في الاذاعه تعيط لي شي واحد في برنامج تيقول لي معك سعيد انا من بنقرير وساكن في طنجه ودابا راني كنهضر معك مراكش، كتلقى البطاقه الوطنيه عنده عنوان والواقع فين ساكن عنوان اخر وحاصل على شهاده سكنه في مدينه اخرى. اذن هذا السيد ملي غيعطيك الشيك بدون رصيد فين غتبعوه؟ البطاقه اللي عنده في العنوان اللي عنده فيها ما كاينش هو فيها كاع، كان شحال هذه فيها وما كاينش تحيين ديال ديك البطاقه. هذا مشكل خاصنا مشكل كبير وهذا نتكلموا عليه في صباحيه الدوزام ضروري. وكيمكن يشكل مشكل اصل مشكل امني، مساله قوميه، هذه مساله مهمه جدا اننا كنعرفوا الاشخاص فين ساكنين اليوم، فين ساكنين، خص يكون داك الشيء محين. اذا نرجع للموضوع ديال الشيك المعتمد، هذاك التاجر تيمكن له يطلب من داك الزبون انه يعطيك الشيك معتمد. وهذا الشيء كنصحوا بالناس اللي كيبيعوا الطوموبيلات السيارات ديالهم، ملي غادي تبيع غتشري سياره ولا غتبيع السياره طلب من هذاك اللي يعطيك الشيك معتمد، لان حتى هذاك كتمشي انت وياه البطاقه الرماديه كتمشي للمقاطعه كتوقع كتصادق على التوقيع كتعطيه السويرتات كتقول له ها التامين عندك 24 ساعه وراني غادي نلغي ها الوريقه ديال السياره ولا الطوموبيل ديالو. الله يهنيك الله يهنيك، كيمشي كندفع انا الشيك من بعد يومين تيقول لي ما كاينش رصيد، فين هو ذاك السيد؟ اذا ما كنعرفوش فين هو؟ اقلب عليه بنقرير ولا طنجه ولا طنجه الحقيقي مشى كان ذاك السياره مسروقه مع من غنهضر؟ اذا الشيك المعتمد هو الشيك اللي البنكه كتعتمدو وتتقول لك هاد الفلوس اللي كاينين في الشيك راني انا دايرهم في واحد الحساب خاص وغادي يبقاو الاجل القانوني حتى تدفع انت الشيك ديالك. شنو هو الاجل القانوني؟ واضح. وهناك بعض الدول اللي فيها 20 يوم الى اخره، اذا هذا هو الشيك المعتمد. انا غادي نبيع واحد السلعه ديال 2 ولا 3 مليون 4 مليون غيجي عندي شي صالونات وداك الشيء، ما تدوخنيش باللبسه ديالك وتدخل عندي بالبدله عصريه وبالربطه العنق وكتهضر بجوج الكلمات الفرنسيه، اذا ما غاديش يخدعوا بهذيك المظاهر وغادي يطلب منه شيك معتمد، غادي يمشي للبنكه ديالو كيعطيوه الشيك معتمد وكيمشي هذا كيكون متاكد بان فليساتو
موجودين في الحساب البنكي. واخا نجيو نحطوا نفسنا في المكان ديال هذا الزبون، باغي يشري هذيك الساعه وعنده الشيكي وباغي يشري هذيك السلعه هذيك الساعه، الشيك معتمد تنعرفوا خصو يمشي للبنكه ويصرحوا لي بان الشيك معتمد عاد باش يرجع. في اطار الشيك يدار حالا ماشي مشروع، ما تياخذش الوقت. لا حالا انا عندي فلوس حساب بنكي، غدير استشاره ديال الحساب ديالي غتلقى عندي الفلوس الله يخليك، بغيت شيك معتمد كيطبع لي عليه واحد الطابع فيه شيك معتمد. الا كنت مدينه اخرى، لا كانت مدينه اخرى ما عندكش، انا عندي شكوك اكثر ديك الساعات. لا تجي تشري في مدينه اخرى لان عندك استعجال تيخص نزيدك. راه ملي كيبغي ينصب عليك الواحد راه كيجي يشري عندك نهار الجمعه في العشيه، حتى داك البنكه اللي غادي تعيط لها باش تسول واش كاين الرصيد، باش تسول البنكه ما كاينش حتى شي واحد. اذا خديتي حدا السلعه وخديتي انت الشيك الجمعه والسبت والحد، سيد مشى الاثنين دفعتي الشيك، الاربع تيقول لك ما كاينش رصيد. يا لطيف. واخا نرجعوا، وكاين واحد الموقع ولا واحد التطبيق سميتو شيك انفو. شيك انفو هذه شركه خاصه اللي كان دارتها بتعاون مع بنك المغرب باش يمكن لك هذا الشيك انفو كتدخل له وكتعطي المعلومات ديال الشيك اللي عندك وتعطيك الوضعيه ديال داك الشيك، واش كاين فلوس ولا ما كاينش، واش كاين حدث عندك السيد، واش عنده سوابق الى اخره. واش تعطيك غير الوضعيه ديال الشيك؟ هذاك الشيك لا ما تعطيكش معلومات الخصوصيه، لا ما تعطيكش، لا تعطيك هذاك الشيك واش قابل للصرف ولا لا. جميل، هذه مهمه. استاذ شنو سميت هذا الشيك؟ انفو. شيك انفو باش نكتبوها للمشاهدين هذه التطبيق يقدروا يوصلوا لها، دخل المعلومات اللي كتعلق بداك الشيك وكتعطيك المعلومات الدقيقه وموحيانه. واخا الشيك كذلك بعض الخطرات بعض المرات يحمل واحد الاشاره ديال جوج خطوطه شيك باغي وجوج ديال الاحرف ان بي نون اندوسابل، شنو سنعنيو بها كذلك؟ هذاك مخطط الشيك فيه خطين متوازيين اللي تيمكن لك ديرهم فلوس ديال الشيك، اللي بحال اللي كتبغي نتوما تلغيو الشيك كديروا الفلوس ديال كديروا جوج خطوط، هذاك راه ما تنفعش. لا يدوز الا درتي جوج فلوس هكا وضربتي عليه، هذا هو الشيك درتي له ها هكا انت صاحبك راه كيلغيتيه صافي هذا ضربت عليه. لا باش نلغي انا سندير كروا، هذاك راه كيرجع الشيك بهذا العربيه الفرنسيه باغي، يعني في خطين متوازيين تيمكن لك ديرهم في الجنب، تيمكن لك ديرهم في القنيت، تيمكن لك ديرهم في الوسط، تيديرهم في العرض، ديرهم في الطول، ديرهم كما بغيتي، ما حدهم متوازيين. ماذا يعني؟ يعني ان هذاك الشيك ما يمكنلكش تمشي للبنكه وتخلص دير فلوس في جيبك، خصك لازم تدفعه في الحساب ديالك وغيدوز من حساب لحساب، وهذا كيخلي اثر. ومن الاحسن ندير دائما الشيكات يكونوا الخطين هادو باغي. الحاجه الثالثه ثانيه في هاد الخطين هادو الا درت فيهم خليتهم خاويين فيمكن لي ندفعو فين ما بغيت في البنكه ديالي وفين ما في اي كانت البنكه ندفعو. الا درت في قلب الخطين واحد الاسم ديال واحد البنكه خصني ندفعو في ديك البنكه كيسمى ان باغمون سبيسيال، ان باغمون جينيرال، ان باغمون سبيسيال، الخطين متوازيين خاص والعام. ثم كندير العبارتين او الحرفين بالعربيه غير قابل للتظهير، للتظهير بالفرنسيه ان او نون اندوسابل. شنو هو التظهير؟ هو ملي كنقلب الشيك وتنوقعو، ملي كنقلبو ونوقعو وكنعطيه لك يصبح لك الشيك، فقط انني كتبت الامضاء ديالي وقعت من اللور. وانت عاوتاني الا وقعتيه مور التوقيع ديالي من اللور بلاتي التوقيع ديالك مور التوقيع ديالي وعطيتيه الاستاذ الصمادي كيصبح الشيك ديالو الملكيه ديالو، وحنا غاديين في عمليه التظهير وتيمكن لنا كاع نلصقوا ورقه اغرافيوها لصقوها وحنا غاديين في التظهير تنطولوا والشيك غادي مزيان. اذا باش نوضع نهايه لهذا الشيء كيف ما كان الاسم اللي كان في الامام ديال الشيك كيما كان الاسم اللي كان في الاول، غير خصو ما يكونش في هذه العباره ديال غير قابل للتظهير. واضح. الا درت فيه غير قابل للتظهير اعطيته لك انت، انت اللي خاصك تاخذه. اذا شنو كيوقع؟ هذا الشيء راه تيخصنا نشرحوا تأني. تفضل استاذ. ببساطه وبتأني. علاش يا سميره؟ حيت راه كاين الناس اللي ما عمرهم داروا الشيكات، وكنفكر خاصه في الناس اللي اميين ما عمرهم قراوا ما كيعرفوش الشيك وما كيعرفوش خطوره الشيك، وكنفكر الناس الباديه والفلاحين اللي كيجي واحد النهار كيبغي يدير شي حاجه في ارضه وكتجي البنكه كتقول له خصك دير الشيك وخصك دير حساب، وكيدير حساب ما كيعرفش مسكين لا يوقع ولا كيعرف شنو ما معنى الشيك، وكيلقى راسو مسكين منصوب عليه في عمليات وكيمكن له يتعتقل ويمشي للحبس ويتدمر المستقبل ديالو كله بسبب الشيك حيت هو ما عرفش شنو هذا الشيك. هذا الشيء باش نحاول نمشي بشويه ونبسط للناس. ملي كنعطيك دابا الشيك وما تنديرش غير قابل للتظهير، انت يا سميره عطيتيه للمنكره قلت له كتسالني 3000 درهم هاك 3000 درهم كتظهريه كتعطيه الشيك ديالي، هو مشى غادي يشري اللحم مشى عند الجزار شحال كتسالني 3000 درهم كيظهرو كيعطيه للجزار،
انا 3000 درهم اللي كانت عندي في الحساب ديالي وبغيت نعطيه لك راه كنعينك فوقاش تاخذيها. راه عندي حسابي هادشي اللي تيوقع كلشي مقاد، راه 2000 درهم مع 3000 الدخل عندي عارف شنو هو، دونك داكشي خصو يخرج. ملي كطولي انت في التظهير يمكن توصل شهر شهرين وغادي كيتظهر وانا مازال ما قطعتي لي الفلوس، حتى كنسى بانني راني عاطيك شيك واحد النهار كينزل الشيك. ادهى من ذلك استاذ، وقعوا حالات ديال وصل التظهير لعند شي واحد اللي ما تنعرفوش واللي داخل كلهم ما كتعرفيهمش كلهم، ولكن دخلت دخل في سلسله واحد اللي الله يستر يكون عنده سوابق ولا داخل في شي عمليه ارهابيه ولا عاد قلبوا على المصدر ديال هذاك الشيء. اذا تيخصنا نديروا غير قابل للتظهير باش ما ندوزو حتى لشي واحد. واخا وسندوز للسؤال الثاني، واش انايا الا تخون لي الشيك وبشي شي واحد اخر سحب به الفلوس بسيناتور ماشي ديالي والبنكه تقبلاته قبلت هذاك لو شيك، واش المسؤوليه البنكه الا كان اختلاف؟ هذا هو السؤال ديالي. الا كان اختلاف في الامضاء في التوقيع حيت دابا شنو الخطا اللي كترتكب البنكه؟ البنكه ملي كيكون مثلا المبلغ اقل ب 5000 درهم كتعجز انا تقلب تمشي للنموذج ديال التوقيع اللي عندها وجبد داك الكرتونه الملف ديالك وتقارن، وخاصه الى كنت انت موالف كتعامل معاهم الشيكات ديال كينزلوا بزاف، حيت كاين الناس اللي ما كيجيوش الشيكات ديالهم للبنكه ولكن ملي كيجي واحد الشيك واحد النهار وكتلقاه فيه 3000 درهم كدوزو في حين انا ما خصهاش دوزو غير حيت كيكون عندهم الكم ما كيبغيوش يمشيو يضيعوا الوقت ويمشيو للنموذج، اذا خصها ترجع للنموذج. الا مشى كان هناك تزوير ديال الشيك وكان فعلا هناك اختلاف البنكه مسؤوله عن هذا الضرر الذي تسببت فيه بتقصيرها، هنا المسؤوليه تقصيريه. ما يمكنش نهيو هذه الفقره هذه بلا ما نتكلموا على ما يسمى اكيد ما يسمى ب الشيك على سبيل الضمان. كنت تنذكر بانه في واحد صباحيه دوزام قلت لنا انه غير قانوني، ممكن تشرح لنا اكثر؟ طبعا الشيك على سبيل الضمان شنو هو؟ هو انني كنعطيك شيك ولكن يخالف القاعده ديال الاداء عند التقديم بالفرنسيه بيابل افو. ما معنى نخالف هذه القاعده؟ انا نخلي عندك وما غاديش تمشي تخلصي فيه، تنقول لك انا تخلصي فيه 3 شهور بحال اللي تيخلي لك كارت ناسيونال ديالو شهرين نخلي لك الشيك الله يخليك التاريخ درت لك عافاك حيت مازال عنديش الفلوس. شنو كيوقع؟ انا ملي كنعطيك الفلوس درت عمليه سواء تجاريه او مدنيه، ولكن واش خلقت شي ثراء شي غنى خلقت شي قيمه مضافه؟ خلقتها ما خلقتهاش حيت انت ما عطيتكش الفلوس، حيت ما دخلتيش الفلوس، حيت ما خلصتيش عليها مصاريف، ما خلصتيش ضرائب، ما خلصتش انا ضرائب، ما العمليه ما كايناش عقيمه عمليه وهميه بالفرنسيه فوتوماتيك فيرتوال ما كايناش. وتخيل هذه العمليه يكون منها عمليات كثار اللي فيهم الملايير، اذن غادي يكون دقه قاضيه بالنسبه لسوق المال ديالنا. هذا الشيء علاش المشرع جا تيمنع الشيكات على سبيل الضمان، ولكن للاسف ملي كنتكلموا على شيكات على سبيل الضمان اليوم ما يمكنش نهضروا على شيك على سبيل الضمان بلا ما نفكروا جوج ديال المؤسسات، وكالات كراء السيارات والمصحات الخاصه. كارثه. اذا خصنا نطبقوا القانون والشيك على سبيل الضمان اللي يكون ممنوع قانونا، خصنا على الاقل بعد هذه المؤسسات سواء عموميه او لا خاصه تكون مثال تضارب كبير مثال. اذا وكيعاقب عليه القانون طبعا من سنه الى 5 سنوات ديال الحبس. ما تيحمي اللي تيدي ولا اللي من اعطى الشيك ومن قبل الشيك على سبيل الضمان. اذا ردوا بالكم خاصه العيالات، ردوا بالكم العيالات. مازال ملي كتهضروا ب 500 درهم و 300 درهم راه ما كاينش مشكل، ولكن ملي كتمشي لعند صاحبه الحلاقه، عند صاحبه الذهب ديالك، عند القيصريه، غادي نشري هاد الثوب، غنشري هاد الطامط، غنشري، ولكن راه كنسير داك الشيء مزيان راني هاك الشيك هذا خليه وهاد الشيك ثلاثة نعطيك ثلاثة يقدر يردوا بالكم ويتخلص فيه هذيك الساعة، راه تيمكن توقع ما لا يحمد عقباه. واضح، قنبلة موقوتة هذا هو الشيك. إذا ناخذوا الحيطة والحذر ديالنا في التعامل معاه. شكرا لك بروفيسور محمد جمال معتوق. راه كيجيو عندنا شي أشخاص خاصة الناس ديال البادية تيقطعوا القلب بديك السذاجة ديالهم، النية ديالهم ببساطة ما عارفينش، لأن المعلومة ما عارفينش الشيك أشنو الخطر اللي كاين في ذاك الشيك، وكيلقى راسو مسكين دارو كتباع والارض ديالو الفلاحيه كتباع وهو مسكين مشى ما عندوش بسبب معلومه وصلت ديال مليون ديال الدرهم وجوج مليون ديال الدرهم بسبب فقط الجهل ديالو والامنيه ديالو عدم المعرفه ديال الخطوره ديال الشيك. فلهذا كنحاول تفضل يا استاذ واحد مدام بارك مسعود استاذ صمد يهضر معايا. انا دخلت لهذا المجال الاعمال تبارك الله عزيزي جمال، انه غير واحد الاشاره. الناس قبل كان عندهم ما يسمى بالكلمه،
كان عندهم الكلمة، ما يحتاج يعطيه لا شك ولا ولا ولا. احنا في واحد المجتمع كيعيش تحول في القيم الآن. قبل كان لا ما تعطيه شيك ضمانك، تقول له ودي صافي انت كتسالني من بعد نعطيك، ولا تعطيه لا تعطيه شي امانه وعاود يرد لك. ولكن المجتمع يتحول، فلازم ان تتحول معه القوانين حتى تضبط المعاملات. لذلك قالوا تحدث للناس اقضيه بقدر ما احدثوا من فجور، كي يخرجوا الناس عن جاده الصواب كيستلزم الامر تكون تشريعات وقوانين. يعني كنا لاصقين بالقيم ديالنا، ما نحتاجوا شيء هذا الشيء. اذا هذه القيم ديالنا تتحول، كيخصنا نتحولوا معها على مستوى التشريع وعلى مستوى القوانين الضابطه لسلوكات البشر. اكيد تنشكرك بزاف. الزواج السي الصمادي وراه كتغيب بالكلمه. تماما صحيح. كان الراجل ما يسمحش في المروءه ديالو، الشهامه ديالو، المسؤوليه ديالو تجاه وليداتو، تجاه الزوجه ديالو، حيت قراو الفاتحه، حيت كان الشهود عطاها الصداق واشهد الله. الميثاق الغليظ ورسوله والشهيدين على هذا الميثاق الغليظ. فلما اصبح عقدا ضعف الميثاق واصبح العقد اعظم من الميثاق. وتراجعنا على القيم، والقيم هي موضوعنا دائما. فقره نقطه توازن مع الدكتور مصطفى الصمادي، اللي اليوم غادي نوقفوا على واحد الموضوع تيعانيو منه، ماشي تيعانيو منه ولكن تيعيشوه كل الاباء والمراهقين في التعامل ما بيناتهم. تنعرفوا بان هذيك الفتره الزمنيه او فتره ديال الحياه ديال المراهق تتكون صعبه بزاف عليه هو وعلى المحيط ديالو. فبغينا نرجعوا شي شويه للاسس والقيم اللي تقدر تاثر لنا هاد العلاقه باش نوصلوا هذاك الانسان للطريق الصواب ويكون انسان صالح. صحيح. هو المراهق، هاد السميه علاش سميناها مراهق في اللغه؟ راهق اي اقبل على مرحله الشباب، يعني واحد فتره من العمر تستدعي مزيد من الحيطه والحذر والتثبت والضبط والرعايه والتامل والمحبه الى غير ذلك من القيم التي تدخل في اطار ما نسميه دائما مؤسسه الاسره. مؤسسة الأسرة كما قلت لك سابقا هي فضاء للعبادة. يوم يستشعر الناس أنهم في بيوتهم يعبدون الله برعاية أبنائهم، يرقبون هذه الأسرة ويتكبر وتنمو منذ بدايتها الأولى بالميثاق الغليظ. ولذلك مراحل الأسرة مراحل رائعة جدا، كل مرحلة تسلمك إلى أخرى تستدعي منك مزيدا من الصبر، بدءا من الإنشاء والإحداث. ماشي راه كيجي الانسان يتزوج، راه كياسس واحد الاسره وهو يستشعر انه مطوق بامانه وبمسؤوليه، يعقبها بعد ذلك وجود ابناء وبنات، ويعني اسره تكبر شيئا فشيئا، يستدعي منك الامر ضمان ما يؤدي الى الاستقرار، الانشاء، الاستقرار، ثم الاستمرار، ثم الالحاق، وهكذا مرحله بمرحله. هذا الطفل منذ البدايه وانت تتحمل مسؤوليته، انت والام كذلك، فلما يصل الى هذه المرحله وهي من اصعب المراحل، كيكون فيها شويه ديال الرغبه في الاستقلاليه، كيكون فيها شويه ديال الرغبه في اظهار الذات من عند الطفل، يعني ربما لا يقبل الاوامر الجافه والموجهه، ولا يقبل السلطويه، ولا يقبل الرعايه الشديده، ولذلك يستدعي الامر مهاره من الابوين حتى يسلكوا هذه المرحله بامن وامان. ما كاينش فينا اللي يعيش مع التوتر ديال العلاقات وهذا عدم تحمل الاخر اللي تتكون ما بين الاباء والمراهقين. لا، المراهق انا قلت لك مرحله تطل على الشباب، وهي مرحلة تستدعي تحول. تحول كيبغي ذاك الطفل أو ذاك الطفلة تبين أنها عندها استقلالية وأنها عندها رغبات وأنها عندها يعني عالمها الخاص في زمان يتحول جملة وتفصيلا. ما مبقاتش ذاك الطريقة التقليدية في تربية الأبناء، خص لابد المصاحبة، وهذا الشيء عندنا في ديننا. صاحبوهم ولاعبوهم ويعني رافقوهم وتقربوا منهم، هذا كله موجود في تراثنا. موجود في تراثنا بدون تمييز ما بين البنية والولية. لا تمييز أبدا، لا تمييز أبدا 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 بين الذكر والأنثى، بين الولد والبنت. كيكون التمييز أنك تفشش البنية أكثر شي شوية، كتكون معها تفشش إلا كانت بوحدة، ولكن الآخر كيشوف تفشش هذه لا تولد يعني شيئا ما في نفسية الأخر. حتى البنيته ما كتعطيك بحال اللي كيعطيك ولدك، راه تلبيته في التعامل مع الاب ولا مع الام. لا مريم صافي صافي، اذا رساله وصلت. هو هذا الطفل اسدي شمال سميرة، هو لما يكبر كيخصك تهتم به اكثر في هذه المرحله المراهقه، ما تعطيش الاوامر السلطويه، وفي نفس الوقت دير معاه ما يسمى ب يعني المصاحبه، تقرب منه. والله العظيم هذا الشيء كيعطي النتائج، تقرب منه واسمع له، اعطيه النصائح مغلفه بالتلطف والادب، انصت اليه، رافقه، يعني الى غير ذلك، واكثر من ذلك يقدر يصدق هذا الشيء يصدق كيصدق والله العظيم كيصدق.
عن تجربة؟ عن تجربة. ما عندي عن تجربة. أنا كنتكلم معك عن تجربة. ما عندي مسألة. هذا الولد لما يكبر وكيشوفك مقرب له دائما ويعني وكتعطيه نصائح مغلفة بالأدب، لما يكبر والله ما يدير شي حاجة بلا ما يستشاور معك، يولي هو يتشاور معك. لما يكبر، ولكن هذيك الوقيتة راه تيكون لا لما يكبر كنقصد تيقول لك راه راسهم قاصح، ما تيبغيوش يسمعوا، ما تيبغيو تيديروا غير اللي في راسهم. هذيك الوقيتة كيفاش بعدا نوصلوها للأمان؟ لأن هذيك الوقيتة واخا الحوار والتواصل راه تيكون واحد العزوف. لا هي صعيبه، هي مرحله صعيبه فعلا. راه ما كيفاش حنا نتحكموا في الاعصاب ديالنا وما نجاوبوش؟ انت جاوبتي الشيء هذا، هو البيت القاصر. نتحكموا في الاعصاب ديالنا. هو كيفاش ملي يجي يتواصل معك ويحكي لك داكشي اللي كيعيش؟ أيوة. كيفاش تتعاملي معاه؟ كيفاش غتصاحبيه؟ انك انت راكي الوقع اللي كاين عليك، ربي اللي عالم به، ولكن اللي كتعطيه تصاحبينه وتعطيه ثقه، فين هو غيبدل لك ديك الساعات؟ اكيد. وتمشي عند واحد اخر ما عندوش التجربه اللي عندك. تمام. ما يمشي الى عندك. ثم واحد القضيه اخرى، واحد القضيه اخرى بغيت نقولها، هو مع التعامل ديالك مع المراهق دائما طبق واحد القاعده ورد عليها الخبر، سوق له المعلومه سوق المجهول. نعود مره اخرى، حاجه انت كتعرفها ودير براسك ما عرفهاش. إيه؟ انت عارفه فين مشى ويلي، وعرفوا ما صلاش مثلا، انت كتقول له صلي في الدار، هو اللي صليتي عنده 15 عام 16 عام، قمه المراهقه 17 18 كتمشي حتى المراهقه المتاخره حتى 19 تيدخل حتى 20. كاين مراحل ديال المراهقه، هو خصو يبدا يسد تقول له صلي من 10 سنين 11 ولدي صليتي بنتي صليتي، فمنين تقول لك ما صليش وانت عارف ما صليش بقيت تحك بزاف، لا ما صليتيش امتى؟ ما شتكش وريش واش توضيتي ولا قال لك صليت؟ ثق به، ثق به، هو ما صلاش. الله يرضي عليك. هو ما صلاش، تيق به، ما صلاش، ما تهرسيش داك الله يرحم الوالدين، تيق به. سي عبد الصمد انا ما لا لا انت معايا على بمعنى خليه انه يحس انك تايق فيه وانك عامله في واحد المرتبه، وتقول له انا راه ما فقتش الثقه ديالي فيك، راه كنثق بك وانت عارف وما دارهاش، ولكن ترقبه ودير واحد المنهج اخر، منهج التحسس. يعني كاين التحسس كاين التجسس، عرفتوا شنو الفرق بيناتهم؟ شنو هو التحسس؟ هو انك تصنت فيه كيمشي معهم كيترافق معهم كيجلس. وشنو الفرق بين كيمشي؟ انا جاي لك هذوك كتحسس باش تعرفوا، باش تبين له الحاجه اللي مزيانه من اللي ما مزياناش. التجسس هو الاطلاع على عوارات الناس لاجل فضحهم. واضح، خطير جدا هذاك شي، غير نقطه حرفت المعنى. التجسس هو الاطلاع على عوارات الناس والتشهير بها وفضحهم وايذائهم، بينما التحسس كتقلب فين كاين عنده مواطن معلومه لغايه نفعه وصحه بها بادب وتلطف ورقه. حتى ملي كتكون داخل عنده ولدك غادي تدخل عنده مثلا البلاصه فين هو جالس وانت راك جاي له على غفله وكتدخل، هذه اداب اسلاميه فهمتي، هذه اداب دينيه، راه غتلقاه في التلبس ديال داك الشيء اللي ما بغيتيش يدير، ولكن في نفس الوقت كتعطيه واحد الفرصه هو كي، وملي كتدخل كدير راسك ما شفتيش. الله يرحم الوالدين. وملي تبغي تدخل عند ولدك عنده 17 ولا 15 دق الباب، وهو كذلك هذه اداب، وما تهزوش الهاتف ديالو. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا، وكذلك ملي يبغي يجي يدخل على والديه ولا على مو ولا على با خصو يستاذن، بابا ادخل دق في الباب، نعلموهم هذه الاداب هذه. يعني هناك حرمات ينبغي ان تحترم، ولكن كنعيشوا في هذا الجو ديال 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 الاحترام وديال الحنان وديال العطف وديال الصدق وديال الثقه، وكيطلع هذا المراهق في هذه البيئه اللي ما فيهاش التعنيف، ما فيهاش السلطويه، ما فيها الادب والاخلاق والترابي، ثم ايضا ملأ له وقته زاحم هذا الذي يفيد عليه، لان ولدك وبنتك راه عندنا مشاكل يا استاذ، راه عندي البنت، راه عندي البنت وعندك وعند الاخ، كتدخل البيت تسد عليها ونفس وعندها التليفون وعندها البيسي قدامها، هادشي علاش جايك استاذ؟ راه ماشي بوحدك اللي كتربي، راه القيم كلها زوينه، ولكن في ظل هالتكنولوجيا اللي تنعيشوها راه ما بقاش غير الاباء اللي تيعطيو المعلومه، ما بقاش غير الاباء اللي تيربيو، ما بقاوش غير الاباء اللي تيحرصوا على وليداتهم وتيتحسوا بهم. لم هناك متدخلون كثر، كيفاش غادي نديرو؟ هناك تيارات تزاحم مع شي حوايج اللي حنا ما كبرناش فيهم. هي اللي كنقول لك انا الان خص حتى الاسره والوالدين خصهم حتى هما يديروا اعاده التاهيل، راه خصك تدخل الاسره. سي صمادي. نعم سيدي. بالمثال. خصك تكون التربيه بالمثل. بالمثل. التربيه بالنموذج. واش انت كتدخل وتهز انت التليفون وتقول لولدك ما تهزش التليفون؟ مو كتدخل تهز التليفون وتقول للبنت ما تهزيش التليفون؟ ما يمكنش. إلا ما دخلناش وحطينا ذاك التليفون. أكيد. وقلت أنا غنتكلف بوليداتي. وليداتي غيبقى يقولوا انا غنتكلف بابا ونتكلف بماما، ماشي كل واحد قاعد تفركنا كنخرجوا. سي عبد الصمد الله يرحم، انا نمشي انا نمشي. لا انا عارف واك يعني هز الهم لهذا الموضوع. الناس كيخرجوا غادي يقول لك غادي نحتفلوا غنخرجوا نتعشاو، نخرجوا نضربوا شي دويره، نمشيو نشوفوا العائله، نديروا صله الرحم. دخلي لصله الرحم تلقاهم كيفاش جالسين في الصالون
كل واحد هز تليفونه. فين يا سلام؟ هي اشياء بسيطه لربما تتبنى بسيطه ولكن تتاثر بزاف على العلاقات وعلى التواصل وعلى التربيه وكيفاش هذوك الوليدات غادي يكبروا. انا قلت دائما كاين تيارات تزاحمنا في تربيه ابنائنا، لسنا وحدنا، كنا احنا مع والدينا عشنا احنا التلفزيون يلاه دار. انا ماشي كبير بزاف باش ما نكبرش راسي، يعني كان التلفزيون كان التلفزيون كان التلفزيون ولكن ما كنا نلقي له بالا. والله كنا نمضي اعظم وقتنا في تلاحم الاسره والجلوس، فلنسترجع شيئا من هذا. الان هادشي ما بقاش، الان حتى التلفزيون في الدار بقى حد يديها فيه، كل واحد عنده هاتف ديالو بوحدو. فهنا خص الاباء والامهات يواكبوا هذا التحول الرقمي اللي صلح، واللي اصبح الان اسره ولات اسره يعني بغيت نقول لك رقميه، اسره يعني كتعيش في فضاء، يعني لا الاجساد ربما اصبحت متباعده، ولكن التواصل اضحى مع العالم الخارجي اكثر. ارى لما عيطيش الدراري يجيو يتغداو ما يتغداوش، يفكروش حتى في الماكله ياك سي جمال، ما يفكروش في المسائل الاساسيه، ولكن انت تتحرق وانت ياخذك يعني الشده، ولكن خص تحمل هذه الامانه وهذه المسؤوليه لانها مسؤوليه ولانها امانه. خص فيها شويه الحكمه، خص فيها شويه المعرفه، خص فيها شويه ديال المزاحمه لهذه التيارات التي تعصف بابنائنا وتؤثر في عقولهم، ولا حول لهم ولا قوه في ارجاعها. راه حسن عوانهم، حنا ما عشناش في هادشي. راه ملي كنحيد التليفون لبنتي كنشوفها كتولي حالتها، ولا ملي كنحيد لولدي التليفون. دابا الان الولد لما كبر ولا عنده 19 20 بدا يدرك. تصور تربى في هذا الشيء ديال مره كتقول له حيد وعندك وكيسمع لك ولكن بادب. دابا ولا منين كبر ولا عنده 20 21 كيقول لي بابا التليفون خرج عليا، بابا انا خصني نحيد التليفون، اللي اعترف بها انا ما نبقاش نحيد التليفون، ما بقاش معايا، راه في جهه اخرى. فاذا لما تغرس في هذه الاداب وتغرس في هذا الحيطه والحذر وتبين له هذا الشيء بواحد الطريقه من نفسه وبعده اللي داير به، وبعده كتولي عنده واحد المناعه لا تخاف عليه ابدا. واخا نرجعوا للسن المراهقه، نرجعوا المراهقه الشيء اللي تيميز هذه الفتره هذه عند الوليدات والبنيتات الرفض. الرفض لا ما بغيتش، لا كيفاش نتعاملوا معاهم وحنا الاباء ديالهم فاش يبقى يقول لك لا ولا ما بغيتش ولا ما لا وهادشي كثير عليا، كيفاش نتعاملوا مع القضيه ديال الرفض ديال الوليدات ديالنا انهم يسمعوا لنا انهم يمتثلوا الاشياء اللي تنصحوهم بها؟ الرفض انا قلت لك تزداد حدته في هذه المرحله ديال العمر، تزداد حدته ومن بعد كيضعف. هادشي معروف بالتجربه التربويه بالدراسات، انه الطفل في هذه المرحله ما يبغيش يسمع. يعني نديروا في بالنا انه غادي يمشي واحد الوقيته. الفكره استباقيه انك حينما ترسل طلبا الى المراهق توقع انه سيرفضه، توقعوا باش ترتاح حتى لا تصدم. ولذلك ابسط الاشياء يمكن الام تقولها لبنتها، تقول لها جي عاونيني ولا تقول لها مدي لي هذيك ولا جي دير معايا ولا علاش ما عملتيش، يمكن ترفض كيمكن تقلق الام. وكيفاش خاصنا نتعاملوا؟ هنا انا قلت لك الفكره ديال اننا نعرفوا انها مرحله تمر فيها اثبات الذات، فيها رفض الاخر ان يطلب شيئا مهما يكون، يعني نبيعوها وصافي. نحاولوا كيفاش نمروا خطاب ديال التصحيح، خطاب التصحيح كيفاش انه هذا لابد الاستماع للوالدين، لابد من ما يفتح بركات العلمي والادبي ومستقبل البنت. بدات تعرف تقول راه النجاح ديالك هو تسمعي لامك، النجاح ديالك ولدي انت هو تستمع لباك، وراه ما كيقول لك هادشي الا لانه كيبغيك، ومن يقول لك هادشي. وهكذا يزول هذا الرفض شيئا فشيئا، لان التجربه اثبتت ان العنف لا ينفع. أكيد. وان ما تكلمناش عليه لان من البديهيات لا ينفع. أكيد. انما شيء من الوجود، نعم الحضور نعم، ولكن بتؤادة وروية ومناعة ولطف ان شاء الله. والله يصلح لنا وليداتنا ويجعلهم من الذرية الصالحة ان شاء الله. واحد القضية يكون عندنا اليقين اننا اذا سلكنا هذا المنهج مع المراهقين مع ابنائنا وبناتنا بهذا المنهجيه اللي قلت اللي فيها شويه ديال التامل والصبر والحكمه والتحسس نزيدوا واحده اخرى وليس التجسس. انا قلت لك واخا تعرفوا دار شي حاجه خايبه وانت عارفه باليقين شفتي بعينك يا استاذ، ولكن تجي تقول له ملي تجبد الموضوع قول انا ولدي ما يديرش هذا الشيء ابدا، لا بنتي ابدا واش دير هذا الشيء، كتحسسها انك تثق فيها، وبعده لا تخف. الله يجازيك. واستعنوا بهذا الشيء كله. اخر حاجه هو الدعاء ياك، وقول يا ربي اصلح لي هذه الوليدات، يا ربي عاوني عليهم، والله العظيم لك يجيب الله التيسير. اكيد انت دير اللي عليك، دير اللي عليك، ولما تخلو الى ربي كيف في ركعات وفي خلواتك ودير شي بركه ديال الادعيه، قول يا ربي اصلح لي هاد الوليدات، يا ربي يحفظهم، يا ربي يمنعهم من السوء، يا ربي يبعدهم. شنو اللي وقف معنا احنا من غير دعوات الوالدين ديالنا؟ الدعاء مع الاسباب ويجيب الله التيسير. ماشي الوالدين ديال اليوم، الوالدين القدام.
والله يكون في العون ديالنا حتى البركه باقا البركه. تشكرك بزاف دكتور سامر، نتلاقاو الاسبوع المقبل ان شاء الله. يصلح ويدا ديالنا جميعا في نقطه التوازن. يا خلي زدي جمال مريم واخوانها، هي نقطه العسل في الوليدات اخر العنق وداك الشيء. اللي كيسمعنا الله يصلح الذريه ديالو الابناء والبنات ان شاء الله اللي هما هما. تحيه ليحيى وسليمان باش ما يتقلقوش على حتى شي. يحيى وسليمان ومريم وعصام والاء ووصال وزيزو كل شيء وكل البنات والابناء ان شاء الله. هذاك الشيء اللي كاين الله يصلحهم يا ربي. وجمعه مبارك عليكم مشاهدينا. نمشيو عند لاله ماريا بنجلون فقرة صحي ولدي. لاله ماريا السلام عليكم. وعليكم السلام. كلشي بامان الله. الحمد لله. كلشي بخير. الحمد لله. غير تذكر لاله ماريا ما شاء الله راه ام وجده ما شاء الله وليداتها بيصلحهم ليك ما شاء الله. خمسه الحفايد ما شاء الله الله يخليهم ليك. 14 حتى 5 ans. هنيئا لك، هنيئا لك وعلى ترابيك. اليوم غادي دير لنا ما يسمى بالبرانش. البرانش اللي التذكير فقط هو ما بين الفطور والغداء. ما بين الفطور والغداء تتناولوا الاكثريه نهار الحال مع العائله وهذا الشيء باش الخدمه باش فوالا باش ما نبقاوش نحضروا بزاف الحوايج. البرانش في انواع، واليوم اختاريتي تقدمي لنا برانش ديال هذا البرد ديال هذا البرد، ودرت فيه هذا الملح وشويه ديال الحلو. الوغ طبعا كاين البرانش ديالنا تنديروا فيه المسمن، تنديروا شويه البيض بالخليع، تنديروا انا بغيت نغير شويه. دونك غادي تشوف ساهل وما فيش سكريات بالكثره، فيه شويه ديال السكر حيت حنا دابا ما تنهضروش على الحلو. والحين تنبغيو تنبغيو داك الحلو نهرس المنتج. الوغ حاولت ناخذ المواد اللي فيها لا فيتامين سي، اللي فيها الليكوبران، اللي فيها على ود الفصل. على ود الفصل، وهذا نقدروا نديروه يعني دائما. الوغ باش بديت لي غرانولا، تنسميهم غرانولا، هما الاسم اللي شويه. شنو هو لي غرانولا؟ تناخذ الشوفان، شحال مره درتو، تناخذ الشوفان، تناخذ شويه ديال القرقع تنهرمشو، شويه ديال اللوز هكذاك خضر تنهرمشو، تندير شويه ديال الزبيب، الى عندنا لي نوازات اللي عندنا، وتندير دابا متشيت الكاك تنحمرو تنهرسو شويه، وتندير معلقه ديال العسل وتنخليه في الفران. الوغ هاد لي غرانولا راه ساهل يعني احسن من هذيك اللي غنشرو فوالا وتيصبروا. الوغ هادو نقدروا نزوقوا بهم، نقدروا نشربوا ناكلوا مع يوغور. درتيهم في هاد لي فيغين نهار لي نقدروا نشربوا مع الحليب مع دانون. بحال دابا هذاك فيه دو فرماج بلون اللي تنصاوبوا وريتكم كيفاش غرانولا. والطبقه الثانيه فيها دو فرماج بلون فيه السكر في الشيء ديال، ودرت لي درت لي لي فخوي دو سيزون ديال الموسم يعني صحي وفيه الكالسيوم وفيه كل شيء ولذيذ. الوغ حاجه اخرى الكاك، انا الكيك انا مصاحبه معاه. الوغ هذا كيك مالح، سيت ان كيك سالي درته بشي ديال الفرماج هكذا. دونك الناس الكبار اللي ما تيقدروش يمضغوا ولا الدراري، وخلطت مع شويه ديال القرقع. كيك عادي ما فيش سكر، ما فيش زيت بالكثره، فيه شويه ديال الفرماج. دونك هذا اون دي زيدي. دابا غنهضروا على المالح. البطبوط ديالنا دائما تيشتنا شويه ديال البطبوط، ولا تنقدروا نصوبوا في ديك الساعه. الوغ هذا البطبوط بالعاني درتو اليوم، درت فيه شويه ديال الخس، ودرت فيه شويه ديال الثوم، حيت الناس ما تيخافوا من الثوم. الثوم خلاص في الصباح. في الصباح لا يتحل، كسرتو اللي ما فيش اللي ماشي الزيت، كان الثوم في الماء. كاين الثوم بالماء. ونقطرو ونديرو شويه ديال زيت العود، نديرو شويه ديال الفرماج اللي بغى الفرماج، وفيه شويه الخس. دونك اللي فيه بغيتو تيجي لذيذ. انا تندير الحوايج اللي الناس كلها تتعجبهم. بيتزا، هاد البيتزا شنو فيها اللي مغير؟ هاد البيتزا الوغ نقطعها شويه، مصاوبه بالطحين كامل، ومصاوبه بالطحين ديال داك النهار هضرنا على الحمص، باش ما تجيش قاصحه. ما تجيش قاصحه. دونك بيتزا عاديه تنطحنها بشويه ديال زيت العود، شويه الزعتر، تندير فيها بيضه انف، هيا تنديرها نص طياب. درت شويه ديال السبانخ، درتها رقيقه رقيقه باش الوغ شويه ديال السبانخ، حيت البرانش تندوقو شويه من كل حاجه. السبانخ شويه ديال القرعه فوق منها، وشويه ديال الموزاريلا. هيا اون ترونش دو بيتزا فيها ماتشا لي كوبان زعما، وهذه زعما سوكرولون. هادو شنو هادو؟ الوغ هادو بحال الا قدرنا نقولوا غريبه، باش مصوبه بالشوفان. الوغ جوج كيسان د الشوفان، ونص كاس ديال الطحين كامل، ونص كاس ديال الماء، ودرت فيه هنا معلقه ديال العسل. سيتو
تندير لابيض لا والو تنخلطها بيدي تتخلط تتخلط الشوفان ماشي طحين نقدروا نسميوهم خبيزات صغار هذا ولكن الشوفان ماشي طحين شوفان عادي وقسمته على جوج النص درت فيه دي غران دو شيا والنص درت فيه شويه ديال البيستاش تنفزقوا يدينا وتنقرصوهم بحال البسكوي بحال البسكوي ما فيه لا بيض لا والو وهذا اللي فيه مزيان حلو الشيا فيه شويه ديال العسل وتيصبر عاوتاني هذا يقدر يصبر حتى لشهر مشدود عليه في بواطا دونك نحطوه ونشربوا معاه قهوه ممتاز دونك هذا ان بتي بو سالي الوغ شنو درت سميره باردون الوغ تنحاول نوجد دي بحال دي صوص ولا دي بريباراسيون اللي نقدروا نعمروا بها الخبز حاجه اخرى الوغ هذا كنت هضرت عليه هذه القرعه معسله شويه البصله وشويه ديال التفاح شويه القرفه وهنا درت شويه ديال الماء الورد باش تنبدل لو كو شويه هذا بحال ان بيستو ولكن ما فيش ثومه في شويه الحبق لافوكا شويه الحامض شويه ديال زيت العود هذه غادي تذوقيها الوغ هذه القسطال داك لي مارون هذا وقته غيكون هزرته بخرته ولا الى سلقناه خصو حتى يقطر من الماء يبس ينشف وطحنته الوغ خديت الوغ هنا بوغ نص كيلو خذ معلي غرانولا نص كيلو طحنته مع خمسه ديال التمر مجهول تنقي التمر تنسلق التمر وتنقيه وتنطحو معاه وتندير لي كاتر بيس وتندير شويه ديال القرفه تيبقى نطحنو تيجي بحال اون كريم تيجي حلو باش بالتمر ما فيش هذه في عاوتاني ديك لاباتا تارتيني شوكولات ولا ولا بحال اون كريم داموند ولكن اون كريم داموند ميزون و بوغ افوار لو كروكون بوغ افوار لو كروكون تنزيد هاد سي ان ديليس الوغ علاش وجدت لكم هادو دونك هذا فيه غير لي شاتين لي شاتين والتمر في لي شاتين وفي التمر وفي لي كاتر بيس وفي شويه القرفه ممتاز الوغ وهذا لو فرماج بحال تنصاوبو يوغورت في الدار تنخلي تندير واحد حياتي وتنخليه يقطر وتندير ان فرماج بلون هادو تنوجدهم الوغ شنو تندير بهم هذا تيعجبك بطاطا حلوه طيبه في الفران نقناها هذاك الاسبوع كانت صراوه الوغ هنا درت شويه ديال هذا اباز دافوكا فرماج بلون هنا عملت هاد لا كريم ودرت فوق منها دي بانان غادي تتواتى معاهم فوالا مع البانان دونك يعني اون ايدي باش دير بهادو كلهم صاوبت هادو هذا سي دو بان بريوشي تنصاوبو في الدار ولا القراشل ولا حتى الخبز حمرتيهم لا تنديرو في البيض تنحمرو في الفران اللي تيطيب فوالا بان بيردو فوالا بان بيردو بريوشي هذا ولكن نقدروا نديروه بالخبز درت فوق منه بتيت كومبوت دو بوم ودرت شويه ديال القرعه معسله وإذا بغينا نزيدو شويه ديال لا كريم دو مارون سا سي دي زيدي هذا شنو هذا سي دي بان كيك ولكن ساهلين بان كيك صغيورين تناخذ بنان البنانة تكون شويه طيبه تنعسها وتندير فيها شويه ديال الشوفان الا جا الشوفان شويه قاصح تنزيد بيضه الشوفان ديال الطحين مطحون تنزيد بيضه دونك وتنديروا داك دي بانكيك وصحيين دغيا صحيين هانتي نشفتي وتندير فوق منهم الوغ شويه ديال الزبيب وهذا حتى كملت ودرت واحد شويه ديال العسل هكذاك دافي فوق منه دونك هذا العسل ولا اللي عنده سيرو ديغابل تا هو يجي سيرو ديغابل طبعا ولا ان سيرو نورمال ونديروا فيه شويه القرفه دونك هذا معمر بشويه ديال القرعه وشويه الزبيب هذه لا كريم داموند بور درت باش ما نقولوش شويه ديال المغربي شويه الحرشه هذه غير بالسميده ولكن مالحه ما فيهاش السكر وهذه بلو بلي كومبلي ودرتها بالعين غليظه باش تفرقي بيناتهم وشي ديال الزيتون داكشي اللي كحل فيهم الزيتون الزيتون كحل بغيت ندير لو سالي الوغ غنكمل بلومليت تنديرو لي زو دور هاد لومليت باش مصاوبه بلي زيبينار ومصاوبه بلي شامبينيون الوغ حضرة تناخدو هاد لومليت هكذا ما طيباش بالزيت تناخدو ان بتي توست نخطرو اللي بغينا الفروماج ولا شويه ديال البيستو ها هو هكذا وغادي ندير فوق منه لا بتيت ترانش دوملات الله وندير فوق منه اون اوتر ترانش دو بان فوالا اي صافي ان بتي ساندويتش فوالا ان بتي ساندويتش الدراري وليدات الصغار يحبوا الا كلاو جوج هكذا في العشيه يوغورت دي فخوي وفي الليل اون سوب ولا زليفات الحسوه بركة عليهم الله يجعل البركة الله يعطيك الصحة ألوغ لو كو دو كور بيان سور سي ان بتي غاتو
ان كاتو شنو هو باش مصاوب؟ تفاح لا كيك ها؟ تفاح هذاك؟ وي تفاح مصاوب بكيك عادي ومذاق ديال السكر ديالو باش صوبتو بالتفاح باسكو سي يعني ما زيداش فيه السكر ما فيهش السكر هذا درت فيه شويه ديال لافوكا فات ما ندير بعض المرات فات الزيت ندير اما الكرام سلوقه دونك القياس ديال الكيك عادي ملي بغيت نطيبو شنو درت؟ درت اون كوش ودرت اون كوش دو كريم اللي صوبتها لا هذيك لا كريم تجي مع كلشي ودرت اون اوتر كوش ديال العجين ودرت التفاح ولا اللي عندنا وطيبته في الفران غيجي هائل وغادي يجي هائل وغادي تشوفها سميره ساهل وتيصبر واللي تيسقسيونا بزاف الناس نتلاقاو معاهم نتلاقى معاهم زنقه ولا في المحلات ولا تيقول لنا اش ديروا بهذيك الماكله اللي تسجل لكم لاله هذه من جلون يا من يعطيكم عوينه تشوفوا يعني فاش تسالي تيسالي البرنامج الفريق كله تيتحق بينا وتنذوقوا هذا الشيء وثيقوا بيا من ألذ ما يكون فاش نقول لكم صحي ولذيذ راه فعلا صحي ولذيذ وشوف الكيك تا هو جا غزال مع ديك لاكريم تتبقى بحال هكاك وحلو دونك زعما هذا سي تان برانش صحي ما نقدروش نقولوا تيطيح غالي ولا كلينا شويه من كل حاجه نقدروا نشدوا حتى الليل نشدوا حتى الليل نزيد شي حاجه خفيفه شكرا لك لاله ماريا بن جلال تلقاو في صحي ولذيذ للاسبوع المقبل باذن الله اللحظه غادي نمشي ونختموا حلقه اليوم مع ضيفتنا الدكتوره مريم بوجيده اخصائيه في امراض الكلي وتصفيه الدم هنا بمدينه الدار البيضاء دكتور بوجيده اهلا بك مرحبا بك في صباحيه دوزام نورتينا وذكر كيف ما قلت بانك اخصائيه في امراض الكلي وتصفيه الدم اليوم ما بغيناش نمشيو نوصلوا حتى لتصفيه الدم وما بغيناش نمشيو للفشل الكلوي المزمن بغينا نقيو كل المشاهدين من هذه الحاله اللي كلنا تنعرفوا هي حاله صعيبه بزاف تتطلب بزاف الامكانيات الماديه والانسانيه فاليوم بغينا نعرفوا شنو هي الامراض اللي او الحالات اللي تتسبب لنا الفشل الكلوي باش ما نوصلوش ليها شكرا على الاستضافه سميره جوستمون كاين هذا مرض الكلي هما امراض خطيره الخطوره فاش كتسبب فاش انها امراض صامته صامته كتمشي كتطور بشكل صامت حتى كتوصل لواحد الفشل كلوي اللي هو مزمن ما كاينش اعراض دكتوره الاعراض كتبان الاغلبيه الاعراض كتبان فاش كتكون اغلبيه الاعراض كتبان فاش كتكون وصلت لواحد المرحله اللي هي متطوره الوغ هاد قبل ما نعرفوا خاصنا نعرفوا بعدا بان حنا في الجسم ديالنا عندنا كليتين الوغ عندنا كليتين وسبحان الله كنقدروا نعيشوا بكلوه وحده كاين الناس اللي كيكون عندهم واحد الورم كيقدروا يحيدوا كلوه ويعيشوا بكلوه كاين الناس اللي كيتبرعوا بالكلوه شي واحد من العائله ديالهم اللي عنده فشل كلوي مزمن اللي لا قدر الله كيكون ديك ساعات العلاج هو تصفيه الدم ما يسمى بالدياليز اللي كنعرفوا الدياليز ولا زرع الكلي دونك هاد الكليتين فين كاينين هاد الكليتين كاينين من وراء البطن كيكون من جهه اليمنى واليسرى ديال العمود الفقري هاد الكليتين عندهم واحد الوظائف اللي هي مهمه جدا للجسم ديالنا عندهم واحد الدور اللي هو تنظيمي ودور ديال التنقيه فلتر حيوي للجسم اكزاكتومون الوغ هما كيصنعوا لنا البول وكيمكنونا باش نصفيو الدم من المواد السامه والضاره اللي عندنا في الجسم ديالنا يعني كل ما هو الاهميه ديالهم كل ما هو خايب بالنسبه للجسم ديالنا راه كيتطرح في البول وكل ما هو كيبقاو مفيد راه كيبقى عندنا في الجسم ديالنا بواحد لي كونسونطراسيون اللي هما التركيز فوالا الوغ هي كتوازننا ما بين الماء اللي كيدخل وكيخرج كتوازننا الاملاح المعدنيه اللي عندنا في الجسم وكيصلعوا لنا واحد الهرمونات اللي هما اساسيين
بحال هرمون الرينين اللي هو كيوزن الضغط الدموي ديالنا، الهرمون ديال الريتروبويتين. الريتروبويتين اللي هو كيصلع لنا الكريات الحمراء، داكشي علاش كنلقاو بان الناس اللي هما مصابين بالفشل الكلوي المزمن الاغلبيه عندهم نقص في الدم. الوغ هذاك الدواء ديالهم ديك الساعات كيكون اللي هو كيكون حقن ديال هاد لي ريتروبويتين اللي كنعطيوهم لهم، كيكون عندنا كيكون كيصنعوا لنا حتى لا فورم اكتيف ديال فيتامين دي اللي كت تفيكس لنا الكالسيوم في الجسم ديالنا. هادشي كانوا بجوج ولا كانت غير وحده؟ حتى وحده. سبحان الله. يعني كنقدروا نعيشوا بكلوه وحده. داكوغ. الوغ دابا علاش مهم نعرفوا شنو هاد الامراض اللي كتؤدي لهاد الفشل الكلوي، باش كنقدروا، حيت الوقايه هي اهم حاجه. أكيد. قبل ما كيتصابوا هاد الكلي خاصنا نعرفوا بعدا شنو كيفاش نقيو راسنا باش ما يتصابوش، حيت اون فوا كيتصابوا كيبدا كيتدهور. صعيب اننا نرجعوا خصوصا كيف ما قلتي بانه الكليه تصيبها امراض صامته وما تديرش لنا اعراض من غير الاعراض اللي تنوصلوا لها في الحالات الخصوبه. اكزاكتومون. الوغ خصنا نعرفوا بان في المغرب عندنا عندنا الداء السكري. الداء السكري كساسوا من نوع واحد ولا من نوع جوج، كاع الناس اللي ما صابوش يدير الفشل الكلوي. لا، ملي كيتطور كيقدر يدير الفشل الكلوي. يقدر يكون سبب. الوغ الداء السكري خصنا نعرفوا بان اي واحد فيه داء السكري خصو يشوف على الاقل مره في العام يشوف طبيب ديال الكلي. هو كيدير له فحوصات وكيعطيه تحاليل باش كيعرف واش بدا عنده، بداو كيتقاسوا هاد الكليتين، بداو كيتقاسوا. الوغ خاص الناس اللي عندهم داء السكري من نوع جوج يلاه كيعرفوا بان عندهم داء السكري، واخا ما كيكونوش كيديروا الانسولين، كانوا كياخذوا غير ادويه ولا هذا، خاصهم يديروا واحد التحليله ديال الولاد 24 ساعه باش كيعرفوا واش بدا واش ضرات الكلوه بدات. وهذا الشيء بطريقه مستمره. حيت كما قلنا راه ما تتعلمش، يعني حنا خاصنا نبقاو نمشيو نقلبوا الكلاوي ديالنا واش مقيوسين ولا لا. هذا الشيء مره في العام، لكن كل شيء الامور مزيانه. لكن الامور مزيانه ملي الطبيب كيبان ليه بان راه كاين شي حاجه ماشي هذا، سوا كيعاود يقول لك يكون ان سويفي كل 3 شهور كل 6 شهور على حسب. كنعطيو ديك الساعات كنعطيو الادويه اللي كت تحملينا الكلوه باش ما كيتطورش المرحله متاخره. عندك السكري كاين ارتفاع ضغط الدم، طبعا الضغط الدموي راه دوك مباشر، يعني علاقه مباشره يعني خصنا ناخذوا الادويه اللي هي كتهبط لنا من الضغط الدموي. ما خصناش نعيشوا بالضغط الدموي مرتفع دائما، خاص يكون عندنا ان اوبجيكتيف ديال لاطونسو ارتيريال تكون عندنا هابطه. خاص يكون ان اكيليب، حيت كاين الناس اللي كيعيشوا بضغط دموي مرتفع كيبقاو عايشين به، كيكون هذاك الدواء ماشي كافي باش انه يهبط ليهم، يكون عندهم هذاك. وتيقول ماشي مشكله انا راه تنشرب الدواء ماشي مشكله، انا عندي طونسو طالعه هكذاك. لا، ولكن راه كاين واحد العنصر عندك في الجسم، واحد الكلوه اللي تتعاني من هذاك الضغط المستمر في الارتفاع، ياك؟ اكزاكتومون. دونك كاين امراض وراثيه حتى هي، كاين امراض وراثيه اللي تتقيس ديريكتومون. كاين امراض وراثيه، كاين بحال لي بوليكيستوز غينال، كيكون لي كيست كاينين في الكلاوي. هذوك امراض وراثيه اللي هما كيقيسوا يعني شي واحد اللي عنده مرض وراثي في العائله، عنده الاخ ديالو ولا الاب ديالو متعرض خاصو يمشي يشوف يقلب تاوع هاد الاكياس هادي واش تاثر على الكلاوي في الوظيفه ديالهم كذلك. اكزاكتومون. كتاثر منهم البال. شنو الحلول اللي تقترحوا على في حاله الاكياس؟ واش ادويه ولا جراحه ولا كاينين شي ادويه؟ دابا وصلنا لواحد اللي كاينين الادويه، ولكن خاصنا الجراحه ما كتكون الا في مرحله اللي كيبدا هذاك متقدمه اللي كيخاصنا كتولي الكلوه كتاثر علينا بزاف، كتولي ثقيله علينا. يعني نقدروا نتعايشوا مع ذوك الاكياس الا كانوا صغيره ولا كانوا متقدمينش، نقدروا نتعايشوا معاهم. ولكن الوظائف الكلي راه ما كتبقاش هكذاك. الوظائف الكلي ما كتبقاش. في اي حاله فاش الكلي ديالنا تيتقاسوا كانوا باكياس ولا بامراض كانت بحال السكري ولا ديال امراض الضغط الدموي، خاصنا ضروري نمشيو نقلبوا الكلاوي ديالنا. قلبنا ولقينا بعض العلامات، شنو هي العلامات الاولى اللي تتبان على الكلاوي اللي تتقيس الوظيفه ديالهم دكتوره، واللي خاصنا نبداو نتبعو الطبيب ديال الكلي فيها؟ الوغ فوالا، كيكون نفخ في الرجلين، نفخ في الوجه، كيكون كتبدا تنقص البوله.
كتبدا تنقص البوله، كيقدر يكون كتبدل اللون ديال البوله، شي مرات كيكون كتبدا كيطلع كتبدا تطلع طونسون، كتكون هاد الانيمي كيكون علامات ديجستيف، كنبداو نردو كتبدا تعطي حتى للتقيؤ وهذا الشيء بيان سور. بزاف الناس اللي فاش كيكونوا في الفشل الكلوي المزمن كيوصلوا لمرحله متطوره، راه العلامات اللي كيجيهم هما التقيؤ، كتلقاهم اول مره مشاو عند طبيب الجاستروولوج المعده، كيطلب منهم تحاليل، ومن بعد شي مرات كنلقاو بان راه كاين كنلقاو لا كرياتين طالعه ولا لوري طالعه ولا كان دونك هادو كلهم علامات الا حسينا بهم نفكروا في الكلي، راه ماشي دائما المعده، ماشي دائما اكزاكتومون. شحال من واحد كنكتشفوا بان عنده مرض الكلي، كيمشي كيلقى عنده لا طونسون، ما عمره ما عرف راسو عنده لا طونسون حتى حاجه، حتى كنلقاو بانه كيمشي كيلقى 22 ديال طونسون على 11 ولا شي حاجه، منين كنديروا التحاليل كنلقاو بان الكلي هي اللي تثبت له في ارتفاع. واخا فاش في المراحل المتقدمه كما قلتي سنوصلوا للمرحله ديال تصفيه الدم او كما يسمى بالدياليز كومينيما، واش لحد الان العلم ما لقاش شي حل اخر من غير زرع الكلي ومن غير تصفيه الدم باش نعالجوا الفشل الكلوي؟ لا ما كاينش، داكشي علاش خاصنا نحافظوا عليه وما نوصلوش لهاد الحاله هذه. exactly. احسن طريقه هي ان ما نوصلوش للسكري، ولا وصلنا اللي خاصنا نراقبوا الكلي ديالنا، ما خاصناش نوصلوا لارتفاع الضغط الدموي، وتا لو وصلنا ليه يبقى المراقبه دائمه ديال الكلي ديالنا، وطبعا ليجين دو في او لا ليجين دو في اكزاكتومون. وكاين اسمح لي ما كاين امراض اخرى بحال دابا كاين الناس اللي عندهم امراض في المناعه ديالهم، حتى المناعه امراض اللي كاين عندهم في لو سيستيم ايمونيتير، خاصهم حتى هما يراقبوا راسهم ويشوفوا واش هذوك الامراض اثروا لهم على الكلاوي. كاين التعفنات البوليه اللي كيكونوا مستمره حتى هما كيقيسوا الكلاوي. بزاف الاسباب، كاين الناس اللي كياخذوا ادويه بحال الانتيغلاماتور بزاف، وحتى هما كيقدروا يقيسوا لهم الكلاوي. دونك خصنا نعرفوا بان منين كيوصل المرحله ديال تصفيه الدم، ديك الساعات ما كيبقى غير تصفيه الدم ثلاثه المرات، لا رجوع فيها، سينو كيكون زرع الكلي. وفي المغرب الحمد لله زرع الكلي راه كاين في المستشفيات الجامعيه، دونك كيكون سوا اترافير ان دونور فيفون ولا كادافيريك. الا كان شي واحد اللي يعطي من العائله ديالك، راه ديك الساعات راه كتكون لا بروسيدور قانونيه، راه غير من العائله ديالك. سينو كاين خصك تكون في اون ليست داتونت باش كيكون. شنو نصيحتك لكل مشاهدين اليوم دكتوره بوجيده باش الناس يحافظوا على الكلي ديالهم؟ الوغ النصيحه قبل ما يتقاسوا الكلاوي خاصنا نوقيو راسنا. اي واحد، وكنعاود نقول الناس اللي عندهم السكري والناس اللي عندهم مرض الضغط الدموي، حيت هادو هما الاولانيين اللي كنلقاوهم عندنا في قاعه تصفيه الدم، فهمتيني؟ زعما السبب الرئيسي قبل ما يبان عليهم حتى اعراض يشوفوا الطبيب الكلاوي. واضح، هذه معلومه من ذهب. لان جينيرالمون عموما الناس اللي فيهم السكري ولا فيهم الضغط الدموي تيبقاو مركزين على السكري وارتفاع الضغط الدموي، وتينساو الكلي ديالهم اللي هي تتعاني في نفس الوقت بصمت. فنمشيو نقلبوهم قبل ما يوقع ما لا يحمد عقباه. تنشكرك بزاف دكتوره مريم بوجيده، اخصائيه في امراض الكلي وتصفيه الدم. شكرا هنا بمدينه الدار البيضاء. شكرا لك على سلبيه التواصل صباحيه دوزام. مشاهدينا تنقول لكم جمعه مباركه، نتلاقاو الأسبوع المقبل بإذن الله ابتداء من يوم الاثنين مع فقرات أفكار ومواضيع تخص حياتنا اليومية. شكرا لكم على حسن التتبع، إلى اللقاء.